ما هو الفرق بين كلمة العلم وكلمة المعرفة؟ تارة تقول علمت بالفكرة، وتارة تقول عرفت الفكرة، فما هو الفرق بين العلم والمعرفة؟ العلم هو الصورة التي ترتسم في ذهن الإنسان، بينما المعرفة هي تطبيق الصورة على ما هو المخزون في النفس. مثلا عندما تريني صورة إنسان، قولي هذه صورة فلان، أنا عندما أرى الصورة الفوتوغرافية لفلان المعين، هذه الصورة الفوتوغرافية تنتقل إلى ذهني فترتسم في ذهني نفس هذه الصورة الفوتوغرافية. هذا يسمى علم، ارتسام الصورة في الذهن علم، هذا علم. لكن أنا ما زلت متردد في أن صاحب هذه الصورة الفوتوغرافية من هو؟ أنا الآن ارتسمت صورته في ذهني لكنني ما زلت لا أعرفه، هل هو من أبناء العشيرة الفلانية؟ هل هو من أبناء المنطقة الفلانية؟ هل هو، ما زلت مترددا في شخصية صاحب هذه الصورة. فإذا راجعت المخزون عندي من المعلومات، أنا عندي مخزون من المعلومات عن كثير من الناس الذين التقيتهم وصاحبتهم وعاشرتهم، فإذا رجعت إلى المخزون الموجود عندي من المعلومات طبقت هذه الصورة الموجودة في ذهني على واحد ممن أعرفهم، قلت نعم صاحب هذه الصورة هو فلان الذي التقيته يوما من الأيام، هو فلان الذي تحدثت معه يوما من الأيام. تطبيق الصورة على ما هو مخزون في النفس يسمى معرفة. فالمعرفة مرحلة أرقى من مرحلة العلم، لأن العلم هو ارتسام الصورة، بينما المعرفة الإذعان بانطباق الصورة على ما هو مخزون في النفس. هذا هو الفرق أو المصطلح اللغوي لكلمة المعرفة، لعنوان المعرفة.